برزت على الساحة السياسية عدة أسماء، منها أسماء غير معروفة ولكنها تحمل بطياتها برامج واضحة وصريحة كاملة متكاملة لإنقاذ البلد وملء الفراغ، ومنها أسماء أخرى طرحها ملوك الطوائف ولكنها أصبحت محروقة مثل ما منقول بالعربي الفصحى أو الدارجة، محروقة لأنها استهلكت. ومن أبرز الوجوه أو الأسماء التي برزت مؤخراً اسم طرح نفسه للمقعد الرئاسي ضمن مؤتمر صحفي، وهو الوحيد الذي طرح ترشيحه جدياً ضمن مؤتمر صحفي وطرح عدة نقاط. الاسم هو الأستاذ ملحم البستاني. أهلا وسهلا فيك ضيف عزيز على برنامج بكل جرأة وصراحة. أهلا وسهلا فيكم وشكراً على استضافتنا معكم. بدي أسألك بالبداية أستاذ ملحم، بظل هالتخبط بحال البلد وهالفراغ اللي عم نمرق فيه، لماذا طرحت نفسك كمرشح لرئاسة الجمهورية؟ منذ عدة سنوات أعمل من أجل الأخلاق والبناء من أجل مستقبل أفضل، للأسف ما كان في تجاوب، ومشان هيك وديت أنا عملت اقتراحات قوانين قدمتها وديتها للنواب وديتها للوزراء، بس للأسف ما كان في تجاوب من حدا. لما لقيت ما في تجاوب فقدمت اسمي، ترشحت لحتى بلكي نقدر نحقق الاقتراحات هيدي ونخلص لبنان من الفوضى اللي عايشينها. حضرتك طرحت عدة نقاط، أهم إلغاء الطائفية السياسية، بس بدل هالطائفية السياسية المتغللة والمتعششة بهالبلد، لا بل أصبحت تخطت الطائفية وأصبحت حزبية طائفية وفاتت على قلب البيت الواحد وعملت انقسام وتشرذم. قدي برأيك في قبول من الشعب اللبناني لهكذا مشروع؟ الشعب بده إلغاء الطائفية السياسية، بهم الشعب أنه يعيش بكرامة، يعيش باستقرار وبأمان. الطائفية السياسية استغلت بلبنان وولدت عصبية، والعصبية وصلت للمحاصصة وللفساد. ما حدا من الشعب اللبناني بهمه الفساد، كل إنسان بهمه مستقبل أولاده. الأولاد كلها عم بتهاجر هلأ، ما في بلبنان إلا ختيارية أو أولاد صغار، ومنشان هيك علينا نحن نسعى لإلغاء الطائفية السياسية كلياً، وهيدا هو برنامجها من كل الأماكن، يعني إلغاء الطائفية بالمجلس النيابي، إلغاء الطائفية على مستوى رئاسة الجمهورية يصير الانتخاب من الشعب، كذلك بالنسبة للمحافظين لكل إلغاء الطائفية كليا، لأنه هني كانت سبب الخراب بلبنان. هول هن النقاط الثلاثة اللي حضرتك تتكلم فيها، نشرح عنهم شوية مفصلة. النقاط الثلاثة هن: أول شيء انتخاب المجلس النيابي خارج القيد الطائفي، رح تتم هالشيء هيدا لأنه نحن بالمجلس النيابي عنا لجان نيابية، وكل لجنة بتهتم بقطاع ما، يعني عندنا لجنة البيئة، لجنة الطاقة، لجنة الثقافة، فهاللجان هيدي نحن عم ننتخب النواب، عم يوصلوا على المجلس النيابي، بيتقاسموا اللجان، الأحزاب القوية عم تاخد الحصص القوية، الطاقة، الأشغال، الأشياء مثل ما بقول ومعروفة صارت كلها بين الشعب الأشياء الدسمة. وفي بعض لجان ما كانت عم تجتمع بالمجلس النيابي، حتى ما اجتمعوا ولا مرة، ومن هون صار في شلل بالمجلس النيابي اللي هو قبطان سفينة الوطن. يعني نحن لبنان عم نتشبه هلأ لسفينة بالبحر أمواج عم تتأزفها وما في قبطان. المجلس النيابي هو اللي لازم يدير البلد، ما لازم يكون هو ناطر ويسأل، ونسمع كتير النواب مناشد المسؤولين. أي مسؤولين؟ ما أنتم مسؤولين، أنتم اللي لازم تعملوا لبنان. ومنشان هيك كان الاقتراح انه نحن اللي بدنا ننتخب المجلس النيابي، اللي بده يترشح بترشح وين ما بده بلبنان، بالمحافظه اللي بده اياها، خارج القيد الطائفي بس على لجنه محدده من اللجان. وهالشيء بوصل لنتيجه انه بكل لجنه عم يوصل 9 اشخاص منتخبين من الشعب، اختصاصيه بالمجال تبعهم او بارعين فيه، وهيك صاروا قادرين هن يديروا القطاع هذا ويتحسن ويتطور البلد. مش بس هيك، هالطريقة هيدي عم تخلق بكل محافظة مجلس نيابي مصغر قادر يكون على تواصل مستمر مع المحافظ ومع البلديات، وينشط كل القطاعات بالمحافظة اللي هو موجود عليها. هالشي بيساعدنا كتير لحتى نتطور أسرع بكل المحافظات بلبنان. كتير أشخاص سألوا
انه هالعدد رح يزيد، رح يكون في 153 مليون. صحيح. نحن هلا رح يكلف الدوله، رح يكلف الدوله مصاري، بالعكس لانه نحن ربطنا انه اللي اعتبارا من الانتخابات القادمه الغاء المخصصات والتعويضات حتى الحصانه، لانه الانسان النزيه منه بحاجه لحصانه، واذا جينا نحن لغينا التعويضات والمخصصات وبدلناها براتب شهري لائق لكل نايب، النايب هذه رساله عم يعملها، ان تقاضى اموالا او لم يتقاضى، هذه رساله عم يعملها تجاه المجتمع، ومنشان هيك لازم نحن بس تنتهي ولايته خلص اللي اخذهم اخذوا المساعده لحتى يقدر هو يكمل رسالته بوطنه. يعني مش كأنك هلا عم تدعي النواب لحتى يستقيلوا، عم تدعي لحل البرلمان الحالي واجراء انتخابات جديده، ما هيك؟ صراحه بدي انا البرلمان الحالي لكل الاقتراحات اللي وديت له اياهم بينعمل انتخابات جديده. هلا اللي مضى بس اعتبارا من الانتخابات الجايه بتمنى انه تكون التغت المخصصات والتعويضات والحصان. طب هون بيتوارد لذهني سؤال، في حال لبنان بلد المفاجآت، في حال بكره او بعد بكره او بعد اسبوع او بعد شهر قرروا الله يديهم للنواب مثل ما بنقولوا قرروا ينزلوا على البرلمان، مع انه اللي عم يعملوه منه دستوري منه قانوني ابدا، هلا ينزلوا على البرلمان وينتخبوا رئيس جمهوريه، ويمكن تكون حضرتك من الاشخاص المحظوظين اللي تفوز، وعلى القانون القديم، ففي حال وصلت على القانون القديم كيف رح تشتغل على النقاط اللي عم تحكي عنها؟ في حال وصلنا للرئاسه اول شغله رح نحاول نحققها هي استقلاليه القضاء، لانه هي استقلاليه القضاء كل الناس عم بتطالب فيها، النواب عم بيطالبوا فيها، الشعب عم بيطالبوا فيها، لانه دوله بلا قضاء بتدب الفوضى، وهذا اللي صاير عنا. فنحن قانون القضاء عملناه بطريقة أنه اللي بده يترشح على مجلس القضاء الأعلى، أنه مجلس القضاء الأعلى ينتخب من الشعب، اللي بده يترشح على مجلس القضاء الأعلى بده يكون صار له 5 سنين قاضي، طبعاً خلال هذه 5 سنين بكون أصدر أحكام كتيرة، فلما بيترشح القاضي الخصم رح يطلع له على الأحكام اللي رح يشوفها إذا كان فيها غلط ولا لا. أصبح أي قاضي بيرتكب حكم غلط هالشي رح يمنعه من الوصول لمجلس القضاء الأعلى، ورح يكون عقبة قدام استمراريته بالقضاء. برأيك قدي في قضاة نزيهين بلبنان؟ صراحة في قضاة نزيهين كتير، وأنا بشكر يعني بلا ما سمي قاضي إجا لعندي باللي بهنيك على هالقانون وبتمنى يتحقق، لأنه عنا كتير فساد بالقضاء وإن شاء الله بيتحقق. ونحن لما بكون عنا قضاء مع مراقبة ذاتية رح يكون عنا أنزه قضاء بالعالم. بعد عنا نقطة ثالثة وهو انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب ضمن ندوات على التلفزيون، انت هيك دعيت وقلت انه بيترشح عن كل محافظة رئيس، صح، بيكون عنده برنامج واضح بيطلع على الإعلام وعلى العلن وبيطرح برنامجه والعالم هيك بتاخد فكرة وبصير في مناقشة ومن بعدها يصار إلى انتخاب رئيس. خبرنا بعد عن النقطة قبل ما ناخد فاصل. بالنسبة لانتخاب الرئيس من الشعب، هو كل إنسان عنده طموح أنه يصير يكون رئيس بلبنان، أول شغلة بده يعرف شو هدف الرئيس. هدف الرئيس بلبنان هو تمثيل لبنان تجاه باقي رؤساء العالم، يعني بده يكون عنده ثقافة وعلم ومقدرات شخصية يقدر يشارك رؤساء العالم، لأنه لبنان هو صحيح بلد صغير بس رسالته كبيرة، رسالته هي رسالة السلام من زمان وجاه، ومنشان هيك بنحس كأنه الشر بده يخلو. منشان هيك ماذا عن صلاحيات رئيس الجمهورية بعد مقيدة إلى حد ما، هل رح يكون ببرنامجك في صلاحيات زياده لرئيس تعديل الدستور؟ يعني اللي بقوله انا انه مش الصلاحيات اللي رح تعمل الرئيس، نحن رح يكون عندنا رئيس مثل ما قلت يمثل لبنان تجاه باقي رؤساء العالم، اللي بدير الوطن هو مجلس النيابي. هلا بالنسبه لانتخاب الرئيس خارج القيد الطائفي رح تتم بالشكل التالي، انه اللي حابب يكون رئيس للبنان بده يترشح بمحافظه من المحافظات التسعه. المرحلة الأولى رح توصلنا ليكون عنا 9 أشخاص مرشحين رح ينتقلوا على 3 مراحل على التلفزيون. أول مرحلة هي تاريخه للرئيس، يعني عنده 3 دقايق يحكي هو الإستوريك تبعيته لحتى كمان بكون الخصم حضر الأجوبة تبعيته، وعلى هالأساس كل إنسان نزيه شريف بيقدر يقطع للمرحلة الثانية، بينما اللي عنده أغلاط كتير رح يتحاشى يطلع على التلفزيون. هلا المرحلة الثانية هي شو برنامج عمله للرئيس، شو بده يعمل، شو تطلعاته للمستقبل، والمرحلة الثالثة أسئلة مفتوحة لتبين قدراته.
وعلى هالأساس بصير الانتخاب خارج القاعدة الطائفية. لبنان دايرة واحدة، وبيجي عندنا رئيس بنقي هو رئيس الحكومة والحكومة دون الرجوع للمجلس النيابي، لأنه الوزراء هن فريق عمل الرئيس. برضو الرئيس والحكومة رح يضلهم تحت مراقبة المجلس النيابي، يعني المجلس النيابي عنده السلطة التامة أنه يوقف وزير عند حده في حالة خطى القوانين، أو رئيس الجمهورية إذا أخل بالأشياء اللي بتضعف الوطن. فمنشان هيك نحن ما فينا نحمل رئيس الجمهورية مسؤولية، المسؤولية التامة هي بترجع على المجلس النيابي كليا. استاذ ملحم ومشاهدينا، فاصل قصير ونواصل من بعدها الحوار. جينا على حوارنا لليوم مع مرشح رئاسة الجمهورية الأستاذ ملحم البستاني. أستاذ ملحم، بدنا نوصل للشق الأساسي اللي كل اللبنانيين عم يحكوا فيه وعم بيطالبوا فيه. نحن بوضع اقتصادي جدا متدني، يعني العملة انهارت، الناس ما عم تقدر تاخد مصرياتها من البنك، كل مؤسسات الدولة صارت عاتية. فينا نعرف شو البرنامج اللي حضرتك حاطه أو وضعه لتتخطى هالعقبات من أجل لبنان أفضل اقتصادياً؟ بطبيعة الحال نحن لما بيكون عندنا مجلس نيابي، في اللجنة الاقتصادية هي اللي لازم تهتم بالأمور الاقتصادية بلبنان. بس بشكل عام إنه ما في اقتصاد بيمشي إذا ما في استقرار وما في أمن، وبلبنان الاستقرار والأمن منه موجود حالياً. كتير بيرجعوا السبب لسلاح حزب الله، بس بقول أنا أنه السلاح موجود عند الكل، يعني ما في حزب بلبنان ما عنده سلاح. وهون المشكلة كمان وين؟ بالرؤية، أنه ناس بيشوفوا أنه هذا السلاح هو احتلال للبنان، ناس بيشوفوا بالفريق الثاني أنه هدول عملاء لإسرائيل، بينما المشكلة الأساسية للاقتصاد والتطور هو هذه المشكلة، هي الرؤية. ومنشان هيك علينا نحن أن نوحد الرؤية بين كل الأحزاب، أنه كلنا نشتغل للبنان وكل سلاح يتوحد لحتى يكون عندنا قوة، مش لحتى نعتدي على حدا ولا شيء، بس لحتى نحافظ على أمننا ونكون نحن بالسلاح. يعني برأيك لازم أول شيء تقوية الجيش اللبناني وتوضع كل الأسلحة بيد الجيش اللبناني، هيدا الفكرة؟ الفكرة أكيد أنه يكون في الجيش اللبناني هو يكون السلطة. هلأ في عنا بالمجلس النيابي لجنة الدفاع الوطني، لجنة الدفاع الوطني بطبيعة الحال الأشخاص اللي رح يوصلوا لها هن أشخاص رح يكونوا طالعين من الجيش اللبناني أو عندهم خبرات كتير من الناحية الدفاعية، هن اللي بيقرروا الاستراتيجية الدفاعية للوطن. وبطبيعة الحال الوطن لازم يكون كله مقاوم إذا كان عندنا خطر بيهددنا من برا، وأكيد ما لازم نكون مشرزمين. هناك مشكلة أو معضلة أساسية بلبنان وهي مشكلة النزوح السوري طبعا، وما تلقيه على الوضع ديموغرافيا، بيئيا، اقتصاديا، أمنيا حتى. فهل هناك خطة واضحة لتخطي هالمشكلة؟ لازم يكون لكل مشكلة يكون عندنا إلا حل. النزوح السوري أول نظرة بدنا ننظر لإلهم، هن مش أعداء، هن ناس بشر مثلنا مثلهم. وزرت أنا أحد المخيمات وللأسف منشوف الأولاد الصغار حافيين عم يمشوا بالتراب. مشكلة إنسانية بالأول. هلأ كيف بدنا نحلها؟ اقترحت أنا أنه الحل يكون في عندنا منطقة بعد الحدود اللبنانية، في منطقة فراغ بيننا وبين من بعد الحدود اللبنانية بالمنطقة السورية، علينا أنه نحن نعمل مساكن شعبية للأشخاص هدول اللي تهجروا من بيوتهم، نلاقي لهم أشغال حتى يشتغلوا فيها ويعيشوا بكرامة. وكانت الفكرة أنه أول معمل ينعمل هو معمل لفرز النفايات. بس نحكي بالنفايات بنحكي بنفكر انه شيء مزعج، بينما بالعكس هي النفايات ثروة عم بتكون. واذا نحن بلشنا بمعمل نفايات فينا نحل مشكلة لبنان للنفايات، والمشكلة كمان النفايات بسوريا، ونكون بلشنا ننتج. يعني الاشخاص اللي بيطلعوا ليشتغلوا بيكونوا عم بنتجوا هن. يعني برأيك فرزوا إعادة تدوير من بعدها بصير في معامل للبلاستيك، للكرتون، للحديد، للإزاز، وهيك بنكون عم نطور مدينة صناعية لل 2030 يكون فيها بعدين مدارس وملاعب ومستشفيات، وبتكون بالفعل بينا انه نحن اشقاء وتعاوننا سوا لحتى نقدر نأمن مستقبل افضل لشعبنا.
طبعا الاشخاص اللي تهجروا من بيوتهم اذا بيرجعوا برعايه الجامعه العربيه يرجعوا على بيوتهم ويرجعوا يعيشوا بكرامه كمان بكون كثير منيح، واذا لا نحن بهالطريقه هي بنكون عم نامن امن واستقرار للاشخاص اللي عم يرجعوا وما بكون عندنا مشاكل بلبنان. طيب بما انه امبارح صار عندنا حاله من الفيضانات بلبنان انهر على الطرقات وحول والعالم علقت والمجلس الاعلى للاغاثه سحب ايده من الموضوع، فهيدي المشكله كل سنه عم تتكرر، البنى التحتيه والدور البلديات، برايك هيدي المشكله شو حلها كمان؟ الحل هي بتطلع للمستقبل يكون عم نلاقي حلول. هي الوضع بلبنان صار كله مخربط، ما بقى في شيء ماشي مزبوط، للمدارس ماشي، للمصانع ماشي، ما في كهرباء، ما في مي باستقرار، ما في اشغال، ما في بلديات، هي كلها سوا عم تتراكم. بهالتراكم هيدا في نقطة بدنا نرجع ننطلق فيها لنرجع نبني، وهون بتمنى تكون الانطلاقة من المجلس النيابي لحتى يرجع كل شيء ياخذ محله. هل حضرتك مع المركزية المالية والإدارية؟ أنا ماني مع الفيدرالية ولا مع اللامركزية، علينا الطريقة اللي عم نطرحها هي إذا بدك تقولي بتحل كل المشاكل وبترجع تبني لبنان. لما لا اللامركزية الإدارية؟ لأنه بتحل كثير من المشاكل بس الطريقة اللي نحن قدمناها هي بذات الوقت كأنها لمركزية إدارية، اللي من بيكون عندنا مجلس نيابي مصغر بكل محافظة وصلنا للمركزية الإدارية نوعا ما. كمان فاصل قصير ومنعود من بعده حوارنا. البستاني بدي ارجع معك للجزء الثالث، وهلا بدي اسالك هل حضرتك عندك دعم عربي او دولي، واذا هل الدعم موجود مقابل ماذا؟ لغايه الان ما عندي دعم من حدا. دعم اللي الوحيد اللي عم باخذه هي المعاناه اللي عم بيعيشها الشعب اللبناني. طبعا كل دوله اللي بدها عم تتدخل بلبنان بدها تامن بطبيعه الحال مصالحها، ومنشان هيك علينا نحن كلبنانيين نكون نحن عنا استقلالية تامة ونكون أصدقاء لكل الدول. يعني ما عندي عدد يعني حضرتك مع أي دولة. ما جربت تتواصل مع أي دولة؟ لا ما جربت تتواصل مع ولا دولة أبدا. ليش برأيك ما في قبول لهيك مشاريع؟ يعني ما بهم الدول الخارجية أنه يكون لبنان مستقر إلى نوعا ما إلى حد ما؟ علينا نبني حالنا بالأول، بس نبني حالنا كل الدول بتركض لحتى تساعدنا. قدي فرص ربحك استاذ ملحم؟ الفرص الربح مبدئيا للاتكال على الله. هلا بالنسبه للشعب نحن عم نزرع انه وصلت ولا ما وصلت، الافكار حطيناها بين ايدين الكل بين ايدين المسؤولين، حبوا نحن نكون معنا مشكله، والا نتمنى انه تتطبق الاقتراحات حتى لو ما وصلنا لرئاسه الجمهوريه. اي متى برايك سيصار الى انتخاب رئيس الجمهوريه؟ هل قبل نهايه العام ام ما في شيء واضح بعد لحديت هلا؟ ما في شيء واضح، بس اللي واضح هو انه خلافاتهم بين بعضهم لازم يقعوا هني، انه هني مسؤولين عن كل انسان مشرد، مسؤولين عن كل انسان عم بجوع، عن كل تلميذ مش عم بفوت على المدرسه. هيدي مسؤوليتهم للنواب، على القليلة لازم يتحدوا لحتى يلاقوا الشخص اللي بناسب لحتى يرجعوا يبنوا وطن. ما لازم يكونوا نواب يكونوا مجرمين، معلش الكلمة بقولها، بحق شعبه. هلا المشكلة ليست فقط بتسمية الرئيس وباسم الرئيس، المشكلة أكبر من هيك بكتير، وهي المحاصصة المستقبل. يعني قتلت المعطل وعنا محاصصة على أسماء الوزراء، يعني أكبر من هيك بكتير. شو الرسالة اللي بتوجهها لنواب الأمة لحتى ينزلوا ينتخبوا رئيس؟ الكلمة اللي بقولها أنه لازم يرجعوا لضميرهم لإنسانيتهم ويشوفوا أنه في شعب عم بيعاني، ولازم أقرب وقت يلتقوا بالمجلس والاقتراحات بين إيديهم وينقوا الشخص اللي هن بهمهم إياه لحتى يحققوا هالاقتراحات. دائما رئيس الجمهورية ولو كان عنده برنامج واضح، بس يوصل على الكرسي عم بينفذ أجندات لأحد المسؤولين بالبلد. حضرتك كمرشح إذا في حال وصلت، هل أنت قابل لتنفيذ هالأجندات؟ ما في أجندات، يعني أنا إذا ترشحت وصلت لنحقق اقتراحات، هاي الاقتراحات كلنا بدنا نلتف حواليها لحتى نحققها.
المصالح الشخصية لازم نحطها على جنب، المصالح الحزبية لازم نحطها على جنب. بس استاذ ملحم اسمح لي أقاطعك هون، أنه الرئيس السابق كان عنده برنامج واضح وكان عم بيحارب فئة معينة قبل ما يوصل على سدة الرئاسة، ولما نوصل للأسف تحالف مع البعض وكل كان عنده الأكثرية النيابية والأكثرية بالوزراء وبيقول ما خلونا. فهيدي المعضلة يعني دائما عم نصطدم بنفس يعني من الطائف إلى اليوم، كل الرؤساء اللي تعاقبوا ووصلوا على الكرسي كلهم عندهم نفس الخبرية، ما قادرين نعمل شيء، رئيس الجمهورية ما بيقدر يعمل شيء. أنا بعتقد ما في مشكلة ما على حل، وما خلونا صعب كتير يعني حدا يقولها إذا عنده برنامج وعنده طموح لحتى يحققه. فما خلونا ما لازم تكون فردي ولا بأي شكل عند رئيس الجمهورية. فاصل ونواصل من بعده حوارنا. إلى رئاسة الجمهورية الأستاذ ملحم البستاني، نصل لآخر فقرة ببرنامجنا لليوم وحوارنا معك وهي المنطقة بشكل عام. نحن مثل ما بنعرف أول شيء في حرب تعتبر يمكن دولية بين أوكرانيا وروسيا، وطبعا في الحلفاء تبع أوكرانيا أمريكا وأوروبا، وعنا كمان حلفاء روسيا اللي هم الصين وإيران وغيرهم. شو بتأثر هيدي على المنطقة ككل؟ كل حرب لها عندها تأثير سلبي على خاصة على الدول القريبة للحرب، خاصة نحن هلا بين حماس وإسرائيل. أكيد بطبيعة الحال شفنا بلشنا بعض طيران بطل يجي على لبنان، بعض سواح فلوا، فكل المناطق بتتأثر. ونحن بنتمنى بأسرع وقت إنه نلاقي حل لحتى ما توقف كل المشاكل بالشرق الأوسط كلها سوا، مش بس بلبنان. نحن الاقتراح القوانين اللي عملناه بيمشي للبنان، لسوريا، للعراق، فعلينا نبلش بحالنا لحتى نوصل ما مدى ارتباط. دائما بنربط كل شيء بيحصل بالعراق بنربطه بالأحداث بلبنان، ما مدى الارتباط برأيك؟ لأنه المشاكل زيتها، في عنا مشاكل طائفية بلبنان بسوريا وبالعراق، فالحلول اللي حطيناها لما بنتخطى المشاكل الطائفية ونسعى صوب المستقبل الأفضل ساعتها كل الأشياء بتصير تكون. ولسه بدها وعي، يعني بعطي مثل الصراع بين إسرائيل والفلسطينية صار له 4000 سنة، هيدا الصراع منه جديد ولحديت هلا ما حدا انتصر. ليش؟ لأنه كلهم كل واحد بده هو ينتصر، والانتصار عم بيكون وقت مع الزمن. فمنشان هيك أنا بتمنى عليهم يوعوا هلا ويعرفوا إنه الانتصار الحقيقي منه بالانتصار على الآخر، هو بالانتصار على الشر اللي بيفرق بين شخص والتاني، بين منطقة وتاني، بين دولة ودولة تاني. فمنشان هيك بتمنى على الفلسطينية وعلى الإسرائيلية يلتقوا مع بعض مباشرة، يشوفوا المشاكل بيناتهم يحلوها لحتى ترجع القدس مدينة السلام، ترجع مدينة مفتوحة لكل بلدان العالم، ويجوا كل الناس لحتى تصلي معهم، لأنه هن بالفعل وصلوا للي بده إياه الله واللي هو السلام على الأرض. من كم يوم طلع تقرير بيقول أنه بلوك رقم 9 خالي من الغاز ولا يوجد فيه سوى المياه، وطلع خبير اقتصادي وخبير استراتيجي بيؤكد ويقول أنه إسرائيل لا تسمح ولن تسمح بالمنطقة وما حواليها أنه حدا يستخرج نفط غيرها وغاز غيرها. قدي برأيك هذا الشيء صحيح في حال هل هناك وجود غاز أم هي بروباغندا على الإعلام عم تظهر؟ وقدي صحيح أنه إسرائيل ما حتسمح لحدا غيرها أن يستخرج هذا الغاز؟ صراحة ما في أعطيك شيء ثابت لأنه ما عندي دوكيمون بين إيدي بيثبت إذا فيه ولا ما فيه. فمن شانك التكهنات أنا بجرب يكون كتير بعيد عنها، لأنه إذا نطلع معلشي مع احترامي لكل التكهنات اللي عم بتصير بلبنان والتوقعات، نفكر إنه نحن دايرين الكون ونحن بحالنا مش مخلصين. فخلينا نمشي أول شيء نخلص بحالنا ونرجع بعدين بنشوف علميا إذا في ولا ما في. برأيك الوضع الفلسطيني حاليا، الصراع الإسرائيلي والفلسطيني، هل رح تمتد شرارته للمنطقة ككل، منطقة الشرق الأوسط، حيصير هالانفجار الكبير اللي معظم الخبراء عم يحكوا عنه؟ أنا ما بعتقد يعني رح يكون في انفجار كبير على المنطقة، لأنه أغلبية الدول تقريبا راضية بوضع حاليا،
من عدا بعد طبعا بين اسرائيل وحماس هيدي الوضع اكثر شيء، وبين روسيا واوكرانيا. فبنتمنى نحن انه يصير في وعي اكثر ويصير في سلم بكل على كل الارض. برايك هيدا كمان الصراع بين روسيا واوكرانيا والاقطاب اللي مؤيد لك الفريق اخر النهار حيقعدوا يجتمعوا وحيقرر انه ما في دولة غالبة ولا مغلوبة، يعني حيكون الحكم او الدول الكبرى حتكون اثنين اللي هي الصين وامريكا؟ مثل ما حكينا انه ما في منتصر بالحرب، بالحرب الاثنين رح يكونوا خسرانين. يعني ما بقى في دولة تحكم العالم مثل ما كان قبل، يعني هي ما في دولة بقى رح تقدر تحكم العالم، العالم صار كله وحدة، كرة أرضية وحدة. بالعكس رح يكون في يرجع كل منطقة يرجع كيانها لإلها وتعيش بسلام وحدها. إن شاء الله الله يسمع منك يا رب. هذا اللي بشوفه. إن شاء الله يا رب، متفائل جدا يعني عن جد، إن شاء الله كل هالأمور تتحقق يعني. إن شاء الله أهم شيء نحقق السلام عندنا بلبنان لينتهي. برأيك قرار رئاسة الجمهورية هو صنع في لبنان أو هو علبة تأتي من الخارج؟ وهل هالخارج هلأ كتير منتبه علينا أو همينه نحن كلبنان؟ الخارج هلأ إن المختلفين بين بعضهم، كل واحد بده مصلحته، ومشان هيك بعد ما إجا القرار للبنان وبتمنى ما يكون. يعني برأيك القرار يأتي من الخارج؟ كان القرارات عم تيجي من برا قبل وهذا اللي كان ظاهر، فمشان هيك أنا بتمنى يكون القرار اللبناني وما يكون من برا، تكون قطعت آخر مرة يكون القرار من برا. إن شاء الله من هلأ ورايح يكون القرار لبناني. أستاذ ملحم، مثل ما عرفت أنه حضرتك عندك كلمة أخيرة بتحب توجهها، فينا نقولها على هلأ؟ أنا الكلمة اللي بحب وجهها هي للإسرائيلية والفلسطينية وبالتالي لكل الشعوب. لكل الشعوب طبعا بطبيعة الحال، متى يتعظون يتقاتلون منذ 4000 سنة من انتصر؟ لا أحد. الانتصارات الوهمية تتنقل مع الزمن من طرف إلى آخر مع ما يرافقها من مآسي وويلات. اتفقوا لتنتصروا على الشر الذي يفرق بينكم. أعيدوا المبعدين إلى ديارهم. أحبوا من تعتبرونهم أعداءكم وادعوا بالخير لمن تعتبرونهم مضطهديكم لتعيشوا بسلام ولتؤسسوا لغد أفضل للأجيال الصاعدة ولتنتصروا على الشر الذي يفرق بينكم. الانتصار الحقيقي يتحقق بالوعي والإدراك وبقبول الآخر. هذا الانتصار يبقى ويدوم ويضع حدا للانتصارات الوهمية. الصراع لن ينتهي إن لم تتفقوا. أوقفوا الحرب وصلوا معا لله الواحد ليحل السلام على مدينة السلام كي تعود منارة لجميع الشعوب. على أمل أنه يحل السلام بالعالم كله ونبتدي من لبنان يا رب. أستاذ ملحم البستاني، نحن سررنا جدا بهاللقاء القيم والمعلومات اللي عطيتنا إياها، ومنتمنى لك كل التوفيق على أمل أنك توصل لمرادك، وفي حال لم تصل إلى الكرسي ضلك تشتغل على برنامجك وتنهض بلبنان يا رب. شكرا جزيلا لكم، ونحن أكيد إيد واحدة ما بتزقف، نحن والشعب آخر يوما والشعب سينتصر. شكرا كثير لك. شكرا مشاهدينا، نلتقى قريبا إذا عدلت.